الاستثناء اللي ما عندوش علاقه بالموضوع ديالكم ولكن فقط يمكن يفيدكم هو ملي كنكون غادي في السياره ديالي كندير السرعه المفرطه كيشدني الرادار ثابت كيصورني كنكون جالس في داري كيجيني واحد المحضر داك المحضر على شكل صوره فيها السياره ديالك الرقم ديالها والتاريخ والشارع والسرعه باش كنتي غادي وتيقول لك خصك تخلص المخالفه في 15 يوم كتمشي للقبضه تخلصها او الا درت 15 يوم غادي تمشي للمحكمه تخلصها ملي كنرجع للمبدا ديال الشخصانه بانني فلان ارتكب جريمه افراط في السرعه هي مخالفه وكنعرفوا بان الجريمه كاين ثلاثه ديال الانواع ديال الجرائم اللي سو فورم بيراميدال ثلاثي متلف عندنا لتحت المخالفه مفوق منها الجنحه ومفوق منها الجنايه الفرنسيه اون لا كونترافونسيون اون لو ديلي اي اون لو كريم لا كونترافونسيون هي شيء كيتعلق بالسير مخالفات ديال السير سا بو ايتر اون كونترافونسيون اسي اللي كنلوح شي زبل من البالكون على شي واحد دايز ملي كندير الزبل حدا الدار ديال شي واحد نشتو له هادي مخالفه كيدخلوا فيها الشرطه الاداريه الى اخره ان هذه المخالفه فهي جريمه ملي كنبدي شي حاجه جريمه اذا الجريمه الا بغينا نطبقوا عليها القاعده اللي تكلمت عليها قبيله ديال الشخص هذا ملي كنصور الرادار ثابت داك الجهاز كيصورك واش كيصورك انت كيصور السياره غتقول له سير عقد السياره الجريمه ما كترتكبهاش السياره شكون اللي كيرتكب الجريمه الشخص واش عندك دليل بان هذا الشخص هو اللي ارتكب الجريمه ما عندوش دليل اذن الشعب المغربي كله كيخلص هذيك المخالفه وهي غير قانونيه غير دستوريه ولكن خصك تكون ديال اللون بناتك خصني نشرح لك ولا بغيتي ما تنساش تحملي من بعد اذن كتجيك المخالفه كتقول لهم ماشي انا اش كيقول لك هما تيقول لك ما قلتيش انت اللي صايب شكون اللي كان غادي تعمرنا واحد المطبوع في اجل ديال 15 يوم وتقول لنا ها شكون اللي كان صايب وحنا غادي نديرو مسارات الرجوع ضد السيد اذا المخالفه تتقول لهم لا سيدي اثبات الجريمه تلقى على عاتق من يدعي ان هناك جريمه ماشي انا واش ملي كنقول فلان قتل تيخص الناس اللي يجيبوا خاص الدوله النيابه العامه هي اللي كتثبت بان هناك جريمه ارتكبها فلان كنبداو نبحثوا قضية التحقيق الشرطه القضائيه باش نجيبوا الاثباتات اذا نفس الشيء بالنسبه لهذه المخالفه تتقول لهم انا ما غاديش نقول لكم شكون اللي صايب غير اللي كيمكن لي ناكد لكم هو انني ما كنتش صايب هادشي ملي ما كنكونش انا صايب عندي سائق عندي الزوجه ديالي عندي ولدي عندي شي واحد صاحبي علاش نخلص انا الجريمه هذه المخالفه ما نخلصهاش انا اذا خصكم تثبتوا شكون اللي كان صايب وتسيروا تبعوه باش يدير الجريمه اذا هذا الملف اللي ما كانش نخلص انا في 15 يوم اش كيديروا كيحيدوا على المحكمه اذا انا تيخصني نتبعوا المحكمه ونعين نتعين في الجلسه ونجي نوقف في الجلسه وقول لهم قاضي الله يخليك عندك واحد المؤاخذه ارتكبتي مخالفه ديال الافراط في السرعه ابدا كيفاش ما عندنا السياره قياسي تسولوا داك السياره شكون انا كنقول لكم ماشي انا اللي كنت سايق شكون اسيدي ما نعرف انا كندخل معاك في العشيه عيان كنعس داك السويتات والله ما كنعرفش كي جاي عندي مرتي عندي نسيبي عندي اخت مرتي عندي خويا من الرضاعة عندي ولد عسات عندي العسات عندي ها ما عرفتش الخادم غيشوف حتى هي وغادي يحكم بالبراءة غير باش دير هادشي هذا خصك وقت خاصك هو محامي شاطر عاوتاني محامي شاطر